سالو لي في جيسبر انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اموركم زينه وكل شيء عندكم هو هذاك. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد عندي في لاشين. الوغ الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على هاد الشوميز هادي. هاد الشوميز اللي عاديه ما فيها حتى شي حاجه اللي هي مختلفه. دونك اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحولوا هاد الشوميز هادي لهاد الشوميز هادي اللي غادي تبان لكم في الجنب. خليكم معايا ونتوكلوا على مولانا ونبداو الخدمه ديالنا ونحيدوا عندنا العجز. اول حاجه غادي ندير في الشوميز هي انني غنحيد هذا الجيب هذا، حيت غادي نحتاجه في شوميز وحده اخرى، ماشي في هذا الفيديو، فيديو اخر. واصلا هذا الجنب ديال الشوميز القدامي كله غادي يتحيد. غادي نحيد الجيب وغادي نحيد الجنب اولا الوجه، النص ديال الشوميز، النص ديال الوجه ديال الشوميز. فوالا هذه هي الجملة المفيدة. غادي نحيد هذاك النص باش نركب بلاصتو النص ديال شوميز وحده اخرى بكولور اللي هو مختلف وبموتيف اللي هو مختلف. دونك دابا غنحيد هادشي كامل عاد نرجعوا للخدمة الجاية. حيدنا داك الوجيه اللي قلت لكم، دابا غادي نحطو على هاد الشوميز هادي. حتى وحده ما تقول لي اللون ديالها زوين، حكه زوينه بلا ما تخسريها، انا شاريها على وداد الموديل، سالينا تخسر تخسر. مهم غادي ناخذ هذيك هذاك النصيص غادي نحطو على هاد الشوميز هادي وغنتراسي عليه باش ناخذ الوجه اللي غادي نلصقو بلاصه الوجه اللي حيدت. هاد الشوميز هادي التوب ديالها زوين والتوب ديالها قريب بزاف للشوميز اللي هاد البيضه،
يعني ما عنديش مشكل في الدمج ديالهم. هنا كنحاول نقاد غير صدايف مع بعضياتهم، ولكن ما جاتنيش حيت جاني الفوق بعيد على البلاصه فين خاصني نقطع، جاني في الخياطه. دونك صدايف ماشي مشكل، نقدر نحيدهم ونعاود ردهم من بعد. دابا غادي نحاول نقاد هاد النصيص هذا، نقادو في البلاصه اللي يكون فيها الثوب ما تكونش فيها الخياطه، باش يجيني مفيني ملي لصقوا على الشوميز، ونتراسيه ونقطع باش عاد نوريكم شنو غادي نديرو. الجنيب اللي حيد دابا جا الدور باش نلصقو في الشوميز ديالي. كما كتشوفوا ها هو مقاد مفيني مقطع مزيان على الشوميز ديالي، يعني ولا غلطه، غادي يجي نيشان، ما غايجينيش مديكالي، حيت نفس العبار اللي كاين في داك الوجه ديال الشوميز اللي حيدت هو نفسه اللي خرجت في هاد الشوميز هادي. دابا شنو غادي ندير؟ كما وريتكم هاد الكول هذا اللي خليت هو اللي غادي يجيني من فوق الشوميز الزرقاء، اولا من فوق الثوب ديال الشوميز الزرقاء. دونك دابا غادي ندير الكول، غيلصق مع الكول، والكتيفات غيلصقوا مع الكتيفات، والتركيز غيلصق مع التركيز، والجناب غيلصقوا مع الجناب. غي يكون غير داك الشيء مفيني يا البنات، يجي يعني داك السنتيم زايد ديال الخياطه، يعني ما زايد ما ناقص، زايد سنتيم فقط، ماشي سنتيم ونص، ماشي جوج سنتيم، يعني باش يجيكم داك الشيء مفيني. حيت انا عبرت على هذاك النص ديال الشوميز، عبرت عليه نيشان، ما خليتش الحساب ديال الخياطه. دونك حاولوا انكم تجيبوها مقاده. الجهه ديال الشوميز ديالي كتجي على هاد الشكل هكا، صراحه عجبتني، جات زوينه، جا داك الميلونج ديال لي كولور زوين. بالنسبه للطول كما كتشوفوا طويل شويه داك الجنب اللي زدت ديال الشوميز، ولكن ماشي مشكل، غادي نقادو مازال، باقي غادي تقاد، باقي هاد الشوميز شحال من حاجه غادي تقاد. كما كتشوفوا عاود صدايف جاوني من ديكالين، صدايف عاد غادي نحيدهم ونعاود نركبهم بلاصه الفتاحي. دابا شنو اللي غادي ندير؟ غادي نحيد هاد الشوميز ونحط الشوميز الاخرى باش ناخذ منها هذاك الجنب ديال الشوميز الاخر، يعني جنب الاخر. انا ما بغيتش ندير غير جنب بيض وجنب فهاد البلو هذا، باش حيت هاد الموديل ديال لي شوميز اللي
اللي هكا نصف لون ونصف لون اخر، شويه دي موضه يعني، ما نبغيش انني نضرب تماره في موديل اللي هو قديم. شنو درت؟ غادي ناخذ الجنب اللي قلعنا من الشوميز، غادي نطويو ليه الكتاف ونطويو الكول ونديروه على شكل مثلث، ونتراسيو عليه هذيك التقويره بحال دوني لابسينو فوق من القميجه، هذيك التقويره ديال الصدر. الا بغيتو ديروها الطريقه سهل، بغيتو نوريكم كيفاش تاخذوا عباره ديال دوني باش ديروه هو اللي ديروه في هذا في الطرف ديال الشوميز، قولوها ليا في لي كومونتير. سينو خذوا شي دوني عندكم اللي فيه ديك التقويره ديال الصدر وحطوه على هاد الشوميز وتراسيو وقطعوا. وعاد باقي لي حاجه اخرى، هي ان هاد الدوني خاصو يكون عنده واحد السميطه. دابا انا غادي نتراسي غير هاد النص ديال الدوني، وغادي نوريكم انا تقريبيا كيفاش غادي يجي الموديل، غير باش يجي داك الغابيل ديال اللون اللي ضفت في الشوميز. ما بغيتش يجيني طرف هكا وطرف هكا، بغينا نديرو فيها شي حاجه اللي هي شويه مختلفه. انا عاوتاني طاحت عليا فكره واحده اخرى ودرنا بناقص لديك الفكره الاولى. قلت علاش لا ما نديرش واحد البليات تحت من هاد التويب هذا اللي درت، نديرها من جناب بجوج البليات، نديرهم من جنيبات بجوج، ندير بليات تحت من هاد التوب هذا عاد باش نحطوه هو من الفوق وندوز الخياطه، حيت جاتني هكا الشوميز واسعه ما عندها حتى شي معنى، ما عطات حتى شي منظر، جاتني ملي لبسها جاتني شويه بحال البهله، ما عجبتنيش بزاف. وقلت علاش ما نديرش بليات اللي هما بساطين، تاخذوا تقريبا واحد جوج سنتيم بحال هكاك، ماشي صراحه دو بليات ماشي بساط بليات نيت، تاخذوا جوج سنتيم وغديروا ثلاثه ديال البليات، وعاد غادي دوزوا فوق منهم هذاك التويب وتفينيوه وتقادو كيف ما وريتكم. صراحه هكا جاتني حسن. غادي ندير البليات من الجناب بجوج، وغندير البليات حتى من الظهر باش تخاسي ليا لا تاي، ما تجينيش غير واسعه غير هكاك وصافي. فضلتها صراحه هكا حسن. الكميمات ما غاديش نخليهم بحال هكذا سامبل، وما بغيتش نقص منهم لا من اللوسعيه ولا نضيف فيهم حتى شي ديتاي، حيت ديجا شويه من تبارك الله عامره دي ديتاي. حاجه واحده اللي غادي ندير فيهم، غادي تشدو شوميز اولا لا الكميمات ديال الشوميز، غتشدوهم غتنيهم على جوج وغتحسبوا من التحت ديال الكم الفوق، غتحسبوا 7 سنتيم، وغديروا واحد التنيات اللي هما بساطين، ثلاثه ديال التنيات اللي هما غير صغيورين، غير القياس اللي يدير لكم واحد التكميشه في الكم، ومن بعد كتلصقوا واحد الجويهره اولا شي صديفه اولا على حسب نتوما اللي بغيتو شي حجيره تكون كتلمع اكثر اولا كبر اكثر من هذه اللي انا غادي نستعمل، نتوما حرين. مهم وحتى في الكميمات لما بغيتوش ديروا هاد الديتاي وتخليوه هكاك سامبل اللي بغيتو، انا درت هاد البليات ودرت هاد الحجيره هادي، وانتم يبقى لكم الاختيار. وهكا غادي تكون الشوميز ديالي وصلت للقطات الاخيره ديالها. كما كتشوفوا دوك البليات جاو زوينين، عجبوني ملي لبستها، كيتخاصيو لا طاي، ماشي غير بقات هكاك واسعه وصافي، ما جاش شكلها زوين. الكول جا
بيبوال داك الشيء عبار ما فيه لا هذه زايده ولا هذيك ناقصه. جنيب كما قلت لكم كديروا بليات اللي هما بصاد ديك 2 سنتيم او لا سنتيم ونص. وحتى من الجهه الاخرى فين درت هذاك الشكيل ديال الدوني او لا نص دوني حتى هو درت ليه البليات من التحت. بقات لي حاجه واحده دابا هو انني لا جوج حوايج ماشي حاجه واحده هو نصاوب الطول ديال الشوميز نقادو على حسب الطول اللي بغيت انا. لا ماشي جوج حوايج ثلاثه الحوايج اللي باقيين باقي الطول بالنسبه لهنا الجنب ديال الشوميز داك اللوراني اللي كان طويل وما بقاتش مع القدام ديال الشوميز قديته رديتهم دايرين بجوج. وحاجه اخرى الصيف خاصهم يثبتوا مع بعضياتهم. والحاجه الثالثه هي هذه كتاخذوا بحال هاد الطريزات هادو راه كيتباعوا عند مال اللي كيبيعوا داكشي الخيوط والطريزات وداكشي. وغادي نحطها الفوق ديال الجهه اللي فيها داك النص ديال الطوني من الجهه الفوقانيه باش يعطينا واحد الجماليه اكثر للشوميز. راك لاحظتوا ملي حطيت لهاد الطريزه على الشوميز وملي كانت بلا طريزه فرق كبير فرق كبير فرق فريمون فرق كبير ما بين قبل ومن بعد. غادي نثبتها بحال ديما غادي نثبتها بالفنيتات. كل عريش في ديك الطرزه خاصو يتثبت في الشوميز باش يعطينا الشكل ديالها الحقيقي. يا اما غادي تثبتوها بالخيط والبرا اولا غادي تثبتوها بالماكينه. كان فيكم ما تصبروا على داك العويجاج ديال الطرزه وتدوروا معاها بالماكينه وتحبسوا الماكينه وتعاودوا تدوروا الشوميز مرحبا. ما كانش فيكم اللي يصبر ديروا غير البرا والخيط وتثبتوا دوك العريشات مزيان وتثبتوا الطريزه من الوسط باش ما تقلعش ليكم مع التصبين. اي فوالا كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو والموديل حتى هو يكون عجبكم. دابا ما بقى لي غير نقول لكم باي باي ونقول لكم شكرا على التشجيعات ديالكم اللي كتصيفطوا لي في الانستغرام. شكرا بزاف لاي وحده كتصيفط لي لي ميساج واي وحده كدير كومونتير زوين. حاجه اخرى بغيت نقول البنات اللي عندهم شي مواضيع وبغاوني نصاوبهم ليهم في اولا ندير عليهم فيديوهات خليوها ليا في الانستغرام اولا هنا في لي كومونتير. ما عنديش مشكل على الراس والعين. اي فوالا هضرت بزاف صافي هذا هو الاخر ديال الفيديو. نخليكم مع الخدمه ونخليكم مع الشكل النهائي في الاخر ديال الفيديو. باي باي.